السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها روبي سبرتان، اتوقع اسمها كذا. تمام، بديت اللغة ما ادري ايش فيها، مفيوزة من خط مفيوز جويك ويك برنز، ما ادري ايش سالفة اللعبة بصراحة. ما علينا، بس خلينا نشوف طريقة اللعبة. كأنه مجرم خوينا ويتكلم مع وش شرير وروحه شريرة. قال لهم فيه مدش تلتوز. طيب انا شفت اللي تلعب معلينا منه، على قصة هن مجرم بس عالم خيال دخل. شو ساسة في شاشة تحت كده؟ مش السالفة. شو نضغط؟ انت لا سبيس. اوكي طيب، شاشة حسنا ولو كذا نظام اللعبة حسنا نازل مرة. اوكي اقدر اتحكم بكترول، ما اتحكم بكترول احسن. اوكي حسنا نوض. لا مش ضغطت، انا ما ادري، انا مهتم بشي. هذه الصورة تعلق. اوكي اتوقع انها تعلق. لا الصورة هذه الاعتذار، بس انا قهرتني شاشة. ليش تحت؟ ليش تجي تحت كذا؟ يقول اوكي كذا بعدين. اتوقع هذا كله تدريبات توري. وش تحدي؟ شلون تحدي؟ هلا في شيء فوق، شلون اخذه؟ هنا في شيء بعد. حطيت. طيب روض او شيء اسعد فوق اتوقع. اوكي يا غبي، هنا ايوه وبعدين فوق يعني. طيب اللي معي هذي شنو هذي؟ لا كان نفس الشاشة كذا. اوكي طيب اهو كيك هذا فجرت. اوكي هذه توقع بس تطور اللعبة اللي تو أو المرحلة اللي تو. ناخذ هذي أبناء. شلون خذيتها كذا؟ شوف خلي الشاشة كذا أقدر أثبتها. أوكي يا الحبيب نبي. نجي من فوق. أشواك اللي تحت صح؟ 100% أشواك. شو أصلح حالي. لا وش أحد زي كذا. هاي صار لا ما في دبل جهم، لازم كذا غبي. فوق تحت
في المراحل اللي هو رايح يسرق كنز، بس لازم المدينة هذه فيها كنز. يليل اكره لي كذا يحب اطلع بيز. ايزي انا اقصد يحطون فاس. واو المرتات اللي عندنا. انتبه انتبه يا مجرم. اول مره لعبه شوف مجرم نلعب بمجرم. اتوقع انه مجرم لبسه لبس مجرمين. شوف شلون مريت انا المرحله هذه. مريت كنت صدق ذكي لا بصدفه ولا شو بس لي اركز. لا 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 حلو. طيب هنا كذا هنا فوق لا مش تحت فوق تحت. اللعبة الغبية هذا شلون؟ شوفوا المكان اللي مت فيه. هذا شلون الحين؟ مستحيل امر منه صح؟ اتوقع لازم نروح هنا. وش الشوط لحظة قوة. لا 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 وين طاح؟ رجعت مكانها. اوكي يضحك بعد تضحك. اوكي لا لا خل فوقي. يا غبي تنقذ بعدين شلون امر هنا؟ لا كنت بحذفها. اوكي خوف كم موت اتوقع من دي؟ هذه المرحلة الأولى الأولى ترى اللي قبل شوي من المراحل بس انت الحين المرحلة هذه تلشت. اوكي سوي المقاوم. ليش هذه مطيه؟ كل مره شلون من طريقه الموت. يلا لا ابى احذفها. اخيرا يمديني احذفها ولا هذا الجدار ولا ظل بس بس احتاج ردها. اصبر كأنها خبطت صح؟ اصبر اصبر ثاني مرة. لا الحين شلون اجيبها؟ راح صح؟ راح تحت. انزل انزل لا تروح تحت. مشكلة هالمرحلة. يلا حلو. صفحة حليبي. تبدو.
حلو كذا ما يجيني صح؟ يس لا لا يا غبي يا غبي تستاهل غبي غبي مرة فهمت الطريقة شو كان لا مع الراس اوكي قدرت من اللعبة حلو صار كذا ركز يبيلها شوية تركيز استعد بعدين لا ضغط ضغط روحي تحت يلا روحي تحت انا رحت تحت كيف راح انزل انتبه كل شيء تمام كل شيء تمام لا انزل انزل يا رب انزل 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 والله صعبة قول كذا لا تعبتني طيب اوكي يا شباب عرفت شو شوفوا كم مرة مت وصلت 10 مرات بس اني جيت من فوق ونطيت في هنا في شيء بس انت شو في قرش هنا اوكي خلنا بس هلو شوي يا غبي اخيرا طيب لين شو ناخذه والله ما ادري لكن هذا عرفت طريقته تجي كذا كذا الطريقة وانا اشوفه كم مرة اخيرا الحين وين نروح؟ خلنا نروح تحت عشان نخلص مع بعض بعدين نروح البيت لا ليتني رحت هنا طيب شي تحت يبقى ذيك تحت يعني دعوة نجالة ما يجيني صح كذا سهل صح قولوا صح قولوا صح يا شباب يس سهل اشوف اسهل من قبل شوي طيب الحين بفهم نمت وسوي كذا وكان زوينه طيب ما اقدر اقنع لازم اخلص كل هذول بعدين يجي الكنز اتوقع كذا طيب ما توقعت اني طيح يعني بس تهدي بسرعة اوكي هذيك فوق عندها شوق طيب نجي كذا 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 بعدين كذا صح بعدين اوكي ما ضغط اكس ليش لازم اللفة السخيفة هذه شوف اكس حلو اكس هنا حلو اكيد ما راح يخلونها سهله زي كذا في شيء صار
صح. حبيبي عرفت ما تشوفه والله اني اشوفه بس ما توقعت انه بسرعة. تقهر اللعبة بسرعة. اوكي لا يا غبي لازم كذا وش معنى انها اوكي لا تطلع خليك زي قبل شوي اوكي بنفس المكان والله تقهر اللعبة اوكي هذا ارجع انت هاي شلون اغرب بديت اعصب من اللعبة هذي اوكي انتبه ضبط الكاميرا اوكي كل شيء تمام بس هنا اوكي انا قدم شوي اوكي قدم شوي اوكي طلعت يا حيوان 18 مرة مت ذكرتني باللعبة يشبه ماريو ذاك حلو هذي ممتاز يعني وقف يلا انت اوكي ارجعن طيعي بلكة طيعي اللي تحت لا يكون يطير من بعد مديني اجيبه مني اوكي شاطها غبية بس جبتها لا مفروض ما رجع ما طحت هنا مفروض اوكي المفروض ما طعت انا طاطل منه يوصلون لي 20 لازم يعني سوي زي كذا المكان هذاك حلو وقف ارجعن طيحي بلكة طاحت طش هذا خصو اللعبة تقهر اوكي مت اوكي يا شباب هذه كانت اللعبة اذا تبون اكمل نشوف المرحلة اللي بعدها مع انها والله طبعا الضغط تقهر اكتبوا لي تحت ولا تنسى اللايك والاشتراك خلنا نجرب اخر مرحلة تنشر المقطع يا شباب نبي مشتركين يلا واحدة بإذن الله آخر محاولة وانهي الحلقة سيء هذا يب مع السلامة انك غبي ما شفت هذا